بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أبناء الطلاب، أبناء الصف الرابع الابتدائي، اليوم من مشيئة الله عز وجل نتحدث عن درس من الدروس المقررة علينا في مادة الاجتماعيات للصف الرابع الابتدائي، ألا وهو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسله المولى تبارك وتعالى لهذا العالم أجمع لينقل هذا العالم من عالم العدم إلى عالم الوجود، ومن الموت إلى الحياة، ومن الجهل المظلم إلى العلم المنير، ومن الطغيان والاستبداد إلى العدل والمساواة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي. ولكن حتى لا نطيل في نبذة مختصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عندما تزوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة بنت خويلد، ووصل الأربعين من عمره، وقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عصمه المولى تبارك وتعالى من أفعال الجاهلية، فكان يذهب إلى غار حراء في مكة المكرمة في جبل النور، وهذا يبعد عن الكعبة المشرفة 11 كيلو متر، يعني 16 دقيقة بالسيارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هذا الغار ويتعبد فيه، فنزل عليه أمين الوحي جبريل عليه السلام، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضمه وأجهده، وكان النبي يرتجف ويقول له اقرأ يا محمد، قال ما أنا بقارئ، يقول له اقرأ يا محمد، يقول النبي ما أنا بقارئ، حتى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم ذهب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى زوجته السيدة خديجة بنت خويلد، وكان يقول لها زملوني دثروني، أي غطوني غطوني، فقالت له والله لن يخزيك الله أبدا. هذا هو قصة بدء نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا نطيل عليكم. أما دعوته إلى الإسلام فقد أمره المولى تبارك وتعالى في قرآنه، فقال يا أيها المدثر كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فأول من أسلمت زوجته السيدة خديجة بنت خويلد، فبدأ ببيته وأسلمت زوجته خديجة بنت خويلد وابن عمه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وصاحبه أبو بكر الصديق، ومولاه زيد بن حارثة. ولكن عندما جهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدأوا قريش وأهل مكة يأذون النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء كبيرا، وكانوا يأذون أصحابه، فقد أمرهم المولى تبارك وتعالى بالهجرة من مكة المكرمة إلى الحبشة، لأن ملكها عادل لا يظلم عنده أحد، وكان هذا الملك هو النجاشي، وقد أسلم النجاشي في آخر أيامه، وقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، فكانت هذه هي أول هجرة في الإسلام، هجرة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كان من بين هؤلاء الأصحاب عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر عناصر درسنا هو معجزة الإسراء والمعراج، فعندما أوذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوفت زوجته خديجة، أراد المولى تبارك وتعالى أن يخفف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أسري به من مكة المكرمة إلى الأقصى بفلسطين، والسير ليلا على البغاء، وهي دابة أعلى من الخيل ودون البغل، وهذه الدابة كان أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم عليها وجبريل معه من مكة إلى فلسطين، الأقصى بفلسطين، ثم عرج للنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى إلى السماء السابعة، وهذه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات ما رأى، حتى لا نطيل عليكم، لنا لقاء فيها آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.